يلا علي هادي هدوء هدوء والله وصلنا خلينا نستعدل للمسابقة. أي سؤال ماث أنا مالي دخل فيه. أمجد وخلودي هم المسؤولين. طيب إن شاء الله إن شاء الله جاهزين. إن شاء الله جاهزين. هادي جاهز؟ إن شاء الله. رفيف جاهز. العائلة الأولى الواصلين لهاليوم هم عائلة الحناوي. كل شخص فينا متميز في مجال معين. أم خالد متميزة في المجال اللغوي، رفيف متميزة في الأعمال الفنية وفي الرسم. الوالد أمجد بحكم عمله كمهندس كهربائي متميز بالعمليات الحسابية، وكان له تأثير على ابنه خالد. أتحداك في هذه المعادلة الرياضية. براكت 16 جذر تربيعي ناقص. لما كنت صغير أبوي حببني في الرياضيات، اكتشفت عن البرمجة من طريق هذه الأشياء، بدأت أتعلمها، بدأت بالبايثون ونحن قاعد أتعلم HTML CSS والجافا سكريبت. الأم أسيل اللي تعمل في مختبرات الوراثة الخلوية نقلت موهبة العزف البيانو إلى ابنتها رفيف. بالبداية استمتعت لما ماما تعزف الأورج، شفت كيف هي تبدأ اللحن وسويت زي رورو. كنتي سويتي موسيقى الأسبوع اللي فات، سميني إياها. هذه الهوايات تنمي تفكيري وتسعدني. فخورة فيكي ماما. الحمد لله فخورة بالمثابرة وحب العلم اللي أشوفه في أولادي. هذا الشيء الحمد لله انتقل مننا كوالدين واستثمرناه في أولادنا، سواء بالوقت سواء بالجهد سواء بالمال.